انتوا بتتبطروا يا جماعة والله، يعني انتوا شكوى شكوى شكوى، البنزين غلي، بنزين غلي، بنزين ايه؟ انتوا يعني فاكرين الموضوع اسعار وبنزين وفلوس موضوع اعلى من كده، اعلى من كده. حاولوا كده ترتقوا بفكركم فوق شوية كده عشان تفهموا مغزى الامور وما تاخدوش كل حاجة على اعصابكم كده. انتوا عارفين الناس لما بتتجوز بعدها بكام سنة كده يقول لك ايه، احنا زهقانين، الحياة فيها روتين ورتابة واحنا ملينا. فهي الحكومة بقى استشعرت ان انت بتتضايق من الرتابة والملل، فقررت ان هي تعيشك كل يوم في اكشن عشان ما تضطرش تخش السينما وتقعد تتفرج على افلام اكشن. هو انت عندك الاكشن منك فيك كده في البيت؟ وبعدين مش عايزاكوا يا جماعه تتريقوا على موضوع راس الحكمه، لانه راس الحكمه ده انت عارف هو هيوفر فرص عمل لشباب قد ايه؟ يعني متخيل كام مليون شاب وشابه هيشتغلوا مندوبين مبيعات؟ يعني انا امبارح مكلماني واحده بتقول لي تحبي تتملكي في راس الحكمه؟ فالحقيقة أنا كنت في المطبخ ماسكة في إيدي بقى راس توم، فقلت لها يعني موضوع راس الحكمة الحقيقة فكرتش فيه، بس يعني لو ممكن كيس سكر. فالبنت ما فهمتش فقفلت في وشي. عايزين حتة فيها أسعار رخيصة رخيصة جدا، الجرايد كلها أسعار رخيصة طول النهار. أبص ألاقي إيه نوتيفيكيشن تقول لي بقى إيه انهيار، مش عارف انهيار طول الوقت، في انهيار مش عارفه مين اللي بينهار طول النهار. ويقول لك بقى ايه هبوط حاد. انا بفتحش بقى الاخبار عشان مش يعني كنت كتير قوي بيجي لهم هبوط حاد، مش عارفه مين اللي طول النهار عندهم هبوط حاد دول. بس هو غالبا من قله السكر، عشان ما فيش سكر ففي حاجات كتير بيحصل لها هبوط حاد.